السلام عليكم طلاب، اليوم رح ناخذ المحاضرة الأولى بمختبر البرمجة. طبعا شرحنا لكم هاي نافذة الماتلاب، رح تاخذون برنامج الماتلاب، رح نشوف شلون يختلف عن برنامج السي بلس بلس اللي طبقناه باستخدام الديب. برنامج الديب استخدمنا لتنفيذ لغة البرمجية مع السي بلس بلس. هسه رح نبدي بالماتلاب، دبل كليك على الماتلاب شورت كات. طبعا اي فيرجن تقدرون تنصبون 2013 2010 2012، هسه احنا عدنا نشتغل على 2012 على 64 بتس اوبريتنج سيستم. طبعا ماتلاب مختصر الماتريكس لابراتوري، مختبر المصفوفة. ليش سموه ماتريكس لابراتوري؟ لان اي عنصر انت تدخله، اي اليمنت، اي متغير تدخله بالماتلاب يتعامل وياه كمصفوفة. إذا مثلا دخلت قيمة الاكس تساوي 5، فراح يعتبرها عبارة عن صف واحد وعمود واحد. هسه بس تفتح نافذة الماتلاب وراح ننفذ برنامج على الماتلاب وعلى السي بلس بلس ونشوف الفرق بيناتهم. مثل ما تشوفون واجهة البرنامج عندك الكوماند ويندو، نافذة الأوامر، أي أوامر برمجية راح نكتبها هنا. وهنا عندك الورك سبيس راح تخزن لك اي متغير واسم وقيمه هذا المتغير. هنا الاسم وقيمه المتغير. الكوماند هيستوري طبعا هذه تاريخ الاوامر، شنو الاوامر اللي راح نشتغل عليها هنا بالتاريخ. مثلا يوم 4/4/2022 محاضرتنا، هذه الاوامر اللي راح نشتغل عليها راح كلها تسجل هنا. فمثلا نبلش عندك، مثلا ان متغير الاكس يساوي لك 6، انتر. لشوف اذا ما خليت سيمي كولون، طبعا انتقل هنا اسم المتغير اكس بالورك سبيس وقيمته 6. ماشي. اذا اخذ قيمة الجديدة للاكس، اكس تساوي 8، راح تتبدل هذه القيمة تلقائيا وبعد يمسح القيمة القديمة مع الاكس. زين، اذا انا هاي القيمة مع الاكس اريد اجمعها ويا قيمة الاخ، مباشرة تقول اكس زائد 4 ينطيك النتيجة، ياخذ قيمة اكس اللي انت مسجلها قبل. وهذا هو الفرق عن السي بلس بلس. قيمة اكس استخدمناها هنا، متغير اكس بدون ما اعرفه مباشرة استخدمته، اخذ الاكس اللي هي 8 وجمعها ويا الاربعة. بما انه ما خزنتها باي متغير فراح يطلع لك الانسر هو 12. اذا ما تخزن القيمة بمتغير مباشرة يطلع لك الانسر بهذا الشكل هو 12. مثل ما تشوفون اذا عندنا برامج طويله بعدين راح نستخدم النيو سكريبت او يسموه ايضا بالام فايل. اذا عندك برامج طويله تنفذها كلها تكتبها هنا كامله وبعدين تنفذ لي اياها من ران، بعدين بالمحاضره الجايه ان شاء الله ناخذها وشوفوها. عندك اذا عندك برنامج انت خازنه وتريد تفتحه موجود، تروح على اوبن اي اسم برنامج عندك خازنه هنا تفتحه. هاي عندنا فانكشن مثلا، بعدين تاخذوها ام فايل فتحناه باسم فانكشن. هسه اذا تريد تمسح الورك سبيس، يا اما من هنا تضغط وتقول لك كلير ورك سبيس او ترجع لي هنا، يا اما اذا تريد تمسحها كلها راح تقول لك كلير اول. اذا تريد تمسح متغير واحد مثلا فقط الاكس راح تقول لك كلير اكس وتعطي انتر. تريد تمسحها كلها قول لك clear all. تريد تمسح مسحة الورك سبيس، تريد تمسح النافذة مال كوماند ويندو كلها تنطي اعاز CLC. اكو فرق بين ما تقول له اكس تساوي لك 5 وتنطي سيمي كولوم هنا، ما راح ينطيك اي، راح يخزنها بالورك سبيس طبعا بس ما راح يرجع يقول لك الاكس تساوي 5. اذا نشوف اذا كتبناها بدون سيمي كولوم راح يرجع يقول لك قيمة اكس كذا. هاي تفيدك اذا عندك هواية اعازات تريد تكتبها بنفس الصفحة. بعد شنو عندك اعاز الهيلب، اذا تحتاج مساعدة باي اعاز موجود عندك بالماتلاب مجرد تكتب قبل اعاز الهيلب وتكتب عن شنو تريد. مثلا نريد عن الساين، تقول له help sign وتنتظر راح يطلع لك، يقول لك sign of argument in radians، الساين اللي مستخدمها بالرادians من تنطي sign
راح ينطيك القيمة بالرايديانز. شلون تستخدمها؟ ساين والمتغير اللي تريد تشتغل عليه ساين الاكس، ساين الاليمنت الاكس. هم يقول لك اكو عندك معلومات بعد عن الساين انفرس اللي تدخلها بشكل اي ساين، وساين الدي اللي هي الساين بالدجري. هسه اذا نريد البرنامج هذا نطبقه ونقارن اذا نفذناه بالماتلاب شلون ننفذه، واذا نفذناه بالسي بلس بلس شلون ننفذه. عندك solve the following equation using C++ then solve it using MATLAB. اول شيء راح نتذكر وياكم انا وياكم شلون احنا نفذناه بالسي بلس بلس. طبعا تروح اشتغلنا احنا على برنامج الديف هذا، دبل كليك عليه، انا منفذته بالبرنامج انكلود. طبعا تشوف الفرق بين تنفيذه بالسي بلس بلس وبالماتلاب، نفسه هو هذا البرنامج. بما انه راح ننفذه بالسي، اذا ايش قلنا؟ نحتاج اول شيء نعرف المتغيرات ونفتح مكتبه المات دوت اتش لان ما معرفه عندنا بالسي بلس بلس. فاول شيء عندك مات دوت اتش يوزنج نيم سبيس اس تي دي، فتحت الفضاء مال اسماء انتجر مين، عرفت المتغيرات اول شيء، بعدين قلت له دخل لي قيمة الاكس، طلبت منه وراح ادخل قيمة الاكس واطبق الزيت وتطلع لي قيمة الزيت. هسه راح ننفذ البرنامج، يقول لي انطيني اي قيمة للاكس، مثلا انطي 90، راح يقول لي الزيت تساوي 29.8403. نفس هذا البرنامج راح ننفذه بالماتلاب حتى نشوف الفرق. فتقول له زد تساوي الجذر التربيعي الساين الاكس شقد راح ناخذها احنا 90 مثلا، زائد كوساين 90. طبعا هاي القيم راح يطلعها بالريديان. قلنا اذا نريد بالدجري نقول له ساين الدي، نستخدم اعاز ساين الدي، زائد 890 والست القوس. SQRT نفسها اللي مستخدميها بالماتلاب نفس القيمة حصلنا عليها. وهذا كل اللي عندنا طلاب.